من الرياض، تفضلي أختي ريم. السلام عليكم. ريمة، وعليكم السلام. لو سمحت يا شيخ عندي سؤال، ما الحكمة من قراءة سورة يونس أو هود أو يوسف؟ لا أعلم في ذلك ما يخص هذه السور المباركة، ولكنها كسائر سور القرآن فيها فضل عظيم كسائر القرآن، أما أنها تخص بفضيلة دون غيرها فلا أعلم دليلا على ذلك. نعم.